السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين الرئيس المصري السيسي وين يعلن حداد ويوجه يعني ويوجه بتقديم الدعم للمغرب وليبيا، الجزائر وين ليبيا، وكنا حاضرين باش نعطوا الدعم دعم يعني بالخاوتنا الأشقاء المغاربة، لكن كان رفض من طرف المملكة المغربية. هذا أمر يخص يعني كما يخص كل دولة، كل واحد يشوف المخرج تاعو. هذه هي أخويا، وين اليوم وين الجزائر وين رسلت يعني 8 طائرات مدعمة بكل تجهيزات يعني لمساعدة فنك أشقائنا في ليبيا. هذه شو جانب إنساني يقعد كوتي يقعد أكوتي حاش كاين اللي يقول لك هاره هو راه شوبير انت قلت بلي طائرة رايحين، ماش قلت انتم تتبعوا انتم شوبير شوبير. انايا تشاهدنا في القنوات الجزائرية قال لك صايك وين فتحوا مجال جوي، وهذاك وزير العدل وقيلة تاع الوهبي هذاك تاع المغرب وين قال بلي ودي رانا قبلنا بالطالب تاع الجزائر. صايك ماشي شوبير هدرها، ولا انتم تحوسوا تنتقدوا شوبير؟ برك تاخذوا شوبير يفرح. انا ماذا بيا اقول رسلوا اي كيما البعثه تاعنا تاع الجيدو اللي كانوا في المغرب ومدوا الدم تاعهم داروا تبرع تاع الدم. يعني امور هذه امور انسانيه الناس ما تستشفاش، خاطر هذه جايه عند ربي، هذه جايه من عند ربي. هذه الموت هذه بانك موت الفجأة بنادم كيما ذاك كيما ذاك الطفل الصغير اللي وراه يعني يبكي على عائلة كومبلي بقى وحده، تعشى مع خاوته مع موت والي منا ضربني نضرب لك الزعاقة بيناتهم. يعني الغبرة برك الغبرة شاف الغبرة مين ناس صاب كلش تاع الناس ميتة مالك. هذيك عشات ولادها ورقدتهم وراحت منا تتفرج على حساب ما تهدر، تب راح ولادها وراح راجلها. هيا اخت شو كيفاش يجي عند شوبير تحت اللوط تاقد شوبير؟ وين الواجب الانسانيه برك؟ حنا فرحنا لم للشمل الوحده العربيه ضد يعني اعداء الوحده العربيه وضد الاسلام. هذه باش يكون على بالك، هذه اللي نبغوها حنايا. حاجه واحده اخرى السياسيين بيناتهم الله يسهل صعيب، حنا كنا متبنيين مكاش حك نورمال عادي، كل دولة مسؤولة على قرارات تاوعها. انت ما تجيبش تقول له بلي كيفا ما قبلتنيش، ما تنجمش. دول الجزائر دارت الواجب تاعها، المغرب ما قبلش صعيب، نعاير انا غاشي ما نعايرهمش، انا نعايرهم. وقال لي نورمال مو تعايرهم، انا نعايرهم انايا. وعدم كومونتي قال لي نو تنقلب على تنقلب وتعاير الملك تاعي، انا نعاير الملك. الملك هو مسؤول على الرعيه تاعو، مسؤول في قراراته، وانا شنو دخلني؟ دوله هذيك عندها علامه، عندها حدود تاعها، عندها الله يسهل. حنا فانيك، حنا فانيك كانوا عندنا حرائق يعني كارثه فانيك صارت لنا، فانيك ما قبلناش المساعدات. قلنا حنا وحدنا نساعدوا بعضنا بعض، هذه هي. هما المغاربه فانيك راه القوة، الشعب يساعد في الشعب، هذا الشعب يساعد في الشعب ثاني، هذه هي خويا. وين عاودوا نقولوا وين أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح الثلاثاء حداد لمدة 3 أيام إثر كارثتين إنسانيتين ناتجتين عن زلزال في المغرب والإعصار في ليبيا. وقالت من قالت الرئاسة المصرية في بلاغ على موقعها الرسمي أن السيسي التقى صباح اليوم بعدد من قادة قوات المسلحة. وأضافت السيسي يتقدم بخالص التعازي باسمه وباسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا. وتبعت أعلن الحداد ل3 أيام في الجمهورية المصرية العربية تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا في ضحايا الكارثة الإنسانية
نتيجة عن زنزال في المغرب والإعصار الذي ضرب ليبيا. وأشار إلى أن الرئيس المصري وجه قوات المسلحة بتقديم الدعم يعني الفوري والإغاثة الإنسانية جو وبحر لأشقاء في ليبيا والمغرب. وأوضحت يعني أن السيسي وجه أيضا قوات المسلحة بتقديم كافة الأشكال الدعم الإنساني من طاقم الإغاثة ومعدات لإنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية. وأكد السيسي تضامن مصر كامل وقوفها بجانب أشقاء في المغرب وليبيا. هذه ربي يرحمهم مساكين الشعب ما عنده ذنب. الشعب ما عنده ذنب. الشعب ضربت زلزلة هذه الله غالب يا خويا. الناس ضربت زلزلة الله غالب خويا. دونك تركيا كما شاهدنا وكذلك وين قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم التبرع بإيرادات مباراة المغرب وبوركينا فاسو الودية لصالح ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد. وضرب زلزال قوي المغرب في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي بقوة 7.2 على مقياس ريشتر. وأفاد الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان انخراط في حملة تضامنية مع ضحايا الزلزال الذي ضرب بعض المناطق المملكة المغربية. وتعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها خصصت مداخيل مباراة ودية والتي ستجمع يوم الثلاثاء يعني اليوم من جمعة اليوم يعني أمس كنت اليوم أرضي سمحوني الله العظيم تعلن الجامعة الملكية وين هما أمس يعني يوم شاني غار وين نهار ثلاثة مع الصباح وين أنو على هذا البيان أنها خصصت مداخيل مباراة ودية التي جمعت يوم الثلاثاء 12 سبتمبر بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره المنتخب بوركينا فاسو والتي كانت غالبيتها من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وخصصت لصندوق خاص يتلقى مساهمات تطوعية تضامنية لتدابير آثار المترتبة عن الزلزال. وعلى إثر الزلزال قد قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبول طلب الاتحاد المغربي لتأجيل مواجهة ليبيريا في الجولة الختامية من تصفيات أمم إفريقيا. وكان من المفترض أن يلتقي المنتخب المغربي مع ليبيريا في مدينة أكادير المغربية يوم السبت في 10 مساء. وقتها قال مصدر من الكاف الاتحاد المغربي تقدم بطلب رسمي تأجيل مباراة ليبيريا. وأضاف وتواصل الكاف مع الاتحاد الليبيري ولديهم ترحيب بتأجيل اللقاء وذلك قبل أن قرر قرار نهائي بشأن مباراة بعدها بساعات. وحسم المنتخب المغربي من قبل تأهله لنهائيات يعني أمم إفريقيا ويمتلك في رصيده 6 نقاط. ويتواجد المنتخب المغرب في المركز الثاني خلف جنوب إفريقيا متصدر برصيد 7 نقاط. ويذكر أن المجموعة تضم 3 فرق فقط بتذيل منتخب ليبيريا الترتيب بنقطة واحدة. هذه هي وغادي بلاك يلعبوا في أكتوبر غادي الكاف وين يتجه لبرمجة مباراة المغرب وليبيريا يعني في أكتوبر. هذه هي وين غادي في الخط كاين تربص في أكتوبر غادي يديروا مباراة يعني رسمية في أكتوبر ويلعبوا مباراة ودية يعني. هذه هي بالك ديسات وين من منتظر أن يواجه المنتخب المغربي نظيره ليبيري خلال فترة التوقف الدولي القادم والممتد من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل نظرا لصعوبة برمجتها خارج هذا التاريخ بسبب التزام لاعبي منتخبين رفقة أنديتهم. يعني بالك يلعبوا الديسات ولا يلعبوا الدوز بالك يلعبوا الديسات ولا الدوز. هذه هي في الاخير احنا سنقولوا ربي يرحمهم. هذه هي خويا ربي يرحمهم ويصبر العائلات تاعهم. هذه اللي نقولوها ربي يرحمهم ويصبر العائلات تاعهم. الامر ليس سهل. هذه هي الامر ليس سهل ما هي سهله خويا جام والله ما سهله كاع. ربي يرحم لي ماتوا. هذه اللي نقولوها خويا.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا ان شاء الله معكم.